معركة صنعاء، هل بدأت فعلا ولماذا الآن وبأي ثمن؟ تسير العملية القتالية وفق المتوقع والمتوقع وفق العلوم العسكرية، ألا حرب تحسم إلا على الأرض وليس على طاولات التفاوض. فعلى خطى الجيش والمقاومة يرتسم واقع جديد تعذرت عن فك عقدته أو التمهيد له دبلوماسية الحل السياسي. العملية مستمرة في كل الاتجاهات، في هذا الاتجاه وفي اتجاهات أخرى، قريبا إن شاء الله في عدة أماكن أخرى غير هذا الاتجاه. بداية العد التنازلي لمعركة صنعاء أطلقتها هيئة أركان الجيش، أتبع ذلك دعوة الرئيس هادي لمواجهة الميليشيا بكل حزم وقوة حتى تتخلص البلاد من القوى الإنقلابية. في حديث الرئيس ما يشير إلى بدء صافرة الحسم ووضع حد لمشروع السيطرة الكلية الذي تملك الحوثيين والمخلوع. في نهم المديرية الرمز اتفق عليها العسكريون باعتبارها مفتاح الدخول إلى صنعاء، وعلى تخومها يزحف خيار الحسم. تعلن قوات الجيش والمقاومة يوما بعد آخر تقدمها على أكثر من موقع ومنطقة. ففي الاختراق العسكري تقول القوات الظاهرة في هذه الصور يصبح الانتصار عنوان الطريق إلى العاصمة صنعاء. في التفاصيل الأخيرة أن القوات استكملت تحرير منطقة الحول بشكل كامل وتطهير جبل القتب الاستراتيجي المطل على خط إمداد الميليشيا المتمركزة في جبل المدفون. وبحسب المركز العسكري فإن قوات الجيش والمقاومة تحاصر مجامع الميليشيا في منطقة قرنينه. هل هو تحرك أخير أم لكسب زخم معنوي أم مساع حثيثة لتغيير المعادلة بهدف الضغط السياسي؟ التصريحات كثيرة والتحليلات أكثر، ووحدها الأرض من تثبت جدية الخوض في خيار الحسم، مع الشاهد أن مسار المعركة بطيئا مستنزفا القوة والجهد والعتاد. المؤكد أنها جولة جديدة تحتاج لما هو أكثر من الحسابات الدقيقة والقدرات العسكرية. ليست الجغرافيا معيارا مهما ورئيسا في هذه المعركة، بل التاريخ أيضا. فاستعادة صنعاء استعادة للدولة ونهاية زمن الميليشيا والقضاء على آخر أوراق المخلوع.